اهلا بيكم معانا النهارده تريبل شوكليت موس كيك. دي كيكه هي طبقه من الكيك تحت عليها 3 انواع من الشوكليت موس: دارك شوكليت، ميلك شوكليت، وايت شوكليت، ومتغطيه بصوص شوكولاته. طبعا دي حاجه مثاليه لعشاق الشوكولاته، الاولاد بيحبوها جدا، طعمها حلو جدا والوانها كمان حلوه ولطيفة في التحضير. فتعالوا معانا نحضرها سوا بتفاصيلها كلها، يلا بينا. لتحضير الكيكة هيكون معانا بيضة بدرجة حرارة الغرفة، ربع كوباية سكر، معلقة فانيلا، ونخفقهم مع بعض سواء بالمضرب الكهرباء أو بمضرب اليد. بعد كده بضيف عليهم ربع كوباية حليب أو لبن وربع كوباية زيت ونضربهم تاني مع بعض. هضيف عليهم الدقيق، نص كوباية من الدقيق، عليه نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، ومعلقتين كبار من الكاكاو، ونخلهم كويس فوق الخليط اللي احنا عملناه قبل كده. الكاكاو دايما بيبقى فيه تكتلات، فعشان كده لازم ننخله كويس او مصفى تكون ضيقه قوي، ونعمله بالسباتولا بالطريقه دي ونخفقه تاني. الكاكاو ده معايا كان لونه فاتح، فيه كاكاو تاني بيبقى لونه اغمق من كده شويه، فيفضل ده لان عشان يبقى حاصل تباين في الوان الكيكه دي. كانت طبقه الكيك فاتحه سنه كده. خلاص خليط الكيك عندي بقى جاهز، باخده احطه في افرده في صينية. دي صينية 8 انش او 20 سنتي. بفرد طبقة الكيك بالطريقة دي، يعني تقريبا بتطلع لي سمك الكيكة حوالي 1 سنتي. بعمل فيها تموجات كده عشان نخرج الهواء، وبنخبطها خبطتين كده عشان تتساوى واي هوا يطلع. وبعدين بدخلها في فرن بنكون مسخنينه قبل كده درجة حرارة 180 من 15 ل 20 دقيقة لحد ما تستوي بالمنظر ده، ونشيلها على الجنب لحد ما تبرد. فأثناء تحضير الكيكة بكون أنا بحضر الكريمة اللي أنا هستخدمها. معايا 450 ملي من كريمة الخفق أو كريمة الحلواني، وبضيف عليهم كوباية من السكر البودر الناعم. وببتدي اضربهم كويس بالمضرب لحد اما يتجانس القوام ويبتدي كمان يتقل بالطريقة دي. لو حسينا ان هو مش راضي يتقل ممكن نضيف عليه معلقة او معلقتين من الكريم الباودر. هنا باخد الكريم ده بعد ما وصل للقوام ده واقسمه لثلاث اجزاء متساوية، كل جزء 150 جرام تقريبا، واحطهم في التلاجة لحد اما نستخدمهم بعد كده. مهم جدا انهم يتحطوا في التلاجة. بعد كده الكيكة عندي اللي بعد ما بردت خالص هبتدي اجهزها. ده هنا الكيكة عندي، دي الصينية دي كانت 20 سنتي بس مش مرتفعة، فأنا محتاجة عشان أعمل التلات طبقات بتاع الشوكليت موس لازم الصينية تكون مرتفعة عشان تستحمل الطبقات دي. لو عندكم صينية 20 سنتي اتس اوكي كملوا فيها. أنا بالنسبة لي لأ، الصينية بتاعت المرتفعة بتاعت التشيز كيك كانت أصغر شوية، فأنا هنا بقص من الكيكة على قد الصينية بالظبط عشان أعمل البيز بتاعها. هو هنا شفتوا الكيكة تقريبا طلع بمقاس 1 سنتي تقريبا. البواقي دي انا هتعامل معاها بعد كده وهوريكم ازاي في الفيديو هنتعامل معاها. بناخد الصينية اللي انا هعمل فيها الكيكة النهائية واحط فيها الكيكة اللي انا قطعتها على قدها بالظبط، واثبتها كويس قوي ما يبقاش فيه فراغات، وبعد كده بحط ورق زبدة على الجوانب.
هنبتدي بتحضير طبقات الشوكولاتة. دي طبقة الدارك شوكولات، أول حاجة هيكون معانا 80 جرام من الدارك شوكولات، عليهم ربع كوباية من اللبن أو الحليب. الشوكولاتة دي كانت مرة شوية لأن نسبة الكاكاو فيها عالية، فضفت لها معلقة من اللبن المكثف للتحلية، وده اختياري على حسب مرارة الشوكولاتة اللي عندكم. هاخد الخليط ده وأدوبه كويس في الميكروويف لمدة 30 ثانية. هنا هيكون معانا بقى حاجة مهمة اللي هو الجيلاتين، معانا 2 جرام من الجيلاتين، بحط عليهم معلقة صغيرة من المية المغلية وابتدي ادوبه كويس بالطريقة دي. لو احتجت مية مغلية كمان ممكن احط بس حاجة بسيطة لحد اما يدوب الجيلاتين ويظهر عندي بالمنظر ده. كده الشوكولاتة عندي دابت في اللبن، بخلطهم كويس مع بعض، وبعدين بجيب الكريمة اللي أنا كنت قسمتها لثلاث أجزاء، ده أول جزء منهم. هنا الخطوات متشابهة، احنا كل جزء متشابه مع التاني، شوكولاتة مع حليب بندوبهم ونضيف الكريمة ونخلطها كويس، وبعد كده بنضيف الجيلاتين عليهم. هنا ضفنا الجيلاتين ونخلطه كويس، جيلاتين طبعا عشان طبقة الموس شوكولات تكون متماسكة وتشكل طبقة متماسكة في الكيكة. هجيب الصينية اللي كانت هبتدي اعمل فيها الكيكة النهائية واضيف طبقة الدارك شوكولات اللي احنا عملناها، بضيفها بالراحة وابتدي اوزعها بحيث ان هي تبقى متساوية. لو جت حاجة في الجناب او حاجة زي كده من فوق نحاول ننظفها كويس عشان ما تأثرش في الطبقات اللي بعد كده، وهزها شوية عشان يتساوى الشكل بتاعها، واحطها في التلاجة لمدة ساعة تقريبا. هنروح نحضر الطبقة التانية من الميلك شوكليت موس. عندنا 80 جرام من الميلك شوكليت، عليهم ربع كوباية من اللبن، وندوبهم في الميكرويف. نفس الخطوات بقى، يعني هنا احنا بنعمل نفس الخطوات، هندوب الشوكليت في اللبن، طبعا ميلك شوكليت فاللون افتح شوية، وبعد كده بضيف عليهم الجزء التاني من الكريمة اللي احنا كنا عملناها قبل كده واخلطهم كويس مع بعض. ونضيف الجيلاتين اللي احنا دوبنا 2 جرام من الجيلاتين مع معلقة من المية المغلية لحد ما يدوب، ونخلطهم كويس مع بعض. طبعا هنا اللون بقى افتح عن لون الطبقة اللي فاتت. هنا طلعنا الصينية من التلاجة، وهنحط الطبقة التانية بتاعت الميلك شوكليت موس، وهنوزعها بنفس الطريقة. احنا برضو بعنينا بنشوف الارتفاع تقريبا عامل ازاي. فهنا بعد ما وزعتها وسويتها وهدخلها التلاجة، ودي اخر طبقة معانا الوايت شوكليت موس، 80 جرام من الوايت شوكليت او الشوكولاتة البيضة، واحط عليهم ربع كوباية من اللبن، ادوبهم كويس في الميكروويف، نحط الكريمة وبعد كده الجلد. هو الموضوع بياخد بس وقت التلاجة، لكن هنلاقي الخطوات سهلة. ده الجيلاتين اللي احنا بندوبه وبنخلطهم مع بعض كويس، وكده بيكون عندي اخر طبقة في الكيكة. برضو بعد ما قعدت حوالي ساعة في التلاجة احط الطبقة الاخيرة بتاعت الوايت شوكليت واسويها وادخلها في التلاجة. هنا احنا بنتكلم على بقى ان هي تقعد في التلاجة مش اقل من 4 ساعات، وياريت لو تبات لتاني يوم او لحد وقت التقديم هطلعها. هنا انا هوريكو البواقي بتاعت الحاجات بتاعتنا كلها، يعني هنا دي بقية الكيكة، بحطهم بقى في كاسات جانبية على الجنب او اي حاجة اطباق صغيرة. هنا كانت بقى كل اللي اتبقى عندي من الطبقات دي حطيتهم في كاسات وجمدتهم على الجنب.
ودي بتبقى مفيدة للأطفال الصغيرين عشان بيبقوا واقفين فوق دماغك عشان ياكلوا. هنا بعد أما طلعت الصينية من التلاجة بعد فترة كبيرة مش أقل فعلا من 4 أو 6 ساعات، ويا ريت لو تاني يوم، بفك ورق الزبدة اللي أنا حطيته. الورق عندي كان تكتل شوية فعمل تعرجات كده، لو انتوا أشطر بقى ظبطوه بحيث ان هو تطلع من غير تعرجات خالص. نيجي بقى لآخر خطوة، هتكون معانا طبقة التوبينج اللي بتتحط فوق الكيك. هيكون معانا 60 جرام من الشوكولاتة، أنا بفضل ميلك شوكولات عشان هي يعني أحلى في الطعم، ممكن يكون دارك. هنحط عليهم حوالي 3 معالق كبار من اللبن وندوبهم في الميكرويف. هنا أنا القوام عايزاه يبقى سايل شوية، فهنا 3 معالق مع 60 جرام من الشوكولات. كل طبعا المقادير والحاجات دي مكتوبة في الديسكريبشن بوكس. كده دوبتهم بشكل كامل مع بعضهم لحد ما يبقوا بالشكل ده. هبتدي اصب طبقة الشوكولاتة على الكيكة. هنا عندنا كذا اختيار، اما ان احنا نحط الشوكولات كده لحد ما تقرب من الجوانب وما زودش عن كده بحيث ان هي تتشكل طبقة واحدة فوق. انا كنت عايزاها تنزل على الجناب شوية بشكل عشوائي، بس انا غلطت ان انا طبقة الكيك ما ارتفعتش شوية على المستوى، يعني لازم احط حاجة تحتيها بحيث ان هي ترفعها عشان اي شوكولاتة تنزل ما تعملش نقط كده او تجمعات حوالين الكيكة. هي اتنضفت بس كان الوضع فوضوي شوية، او ان احنا ممكن نزود كمية الشوكولاتة اللي احنا عملناها لو انا عايزة اعملها تغطية بالكامل للكيكة، بس برضو نكون حاطينها على سطح مرتفع. وبس كده خلصت الكيكه معانا، طعمها حلو جدا، هي تستحق التجربه فعلا. فلو انتم معايا لحد دلوقتي فشكرا ليكم جدا جدا لمتابعتكم، ان انتم فضلتوا معايا لحد دلوقتي، واشوفكم في حاجه جديده ان شاء الله.